دونك النوم كسوسوا قله النوم ولا النوعيه تاع النوم تاعنا كي ما تكونش مليحه، كي نهضر على النوعيه يعني نرقدوا لكن ما نرقدوش في الاوقات اللي لازم نرقدوا فيها، هذا راهو رايح ياثر بزاف يعني يقدر يرقدوا وينوض دونك كي يكون لو سومي بيرتوربي هنا داخله في النوعيه. هنا الانسان كي نهضوا تاع النوعيه تاني كي اللي يرقدوا بصح في وقت ماشي وقت ساعة الرقاد، أخذ الوقت اللي من الأحسن نكونوا راقدين فيه هو بين 10 تاع الليل و2 تاع الصباح 3 تاع الصباح. علاش؟ خاطر هنا راهو رايح يكون إفراز تاع هرمونات مهمة بزاف، الهرمونات اللي راهي رايحة تخلينا نحسوا بالشبعة ونحسوا بالجوع اللي هما لا ليبتين لا غريلين. دونك كي ما يفرزوش هاد الهرمونات ولا يفرزوا بطريقة غير عادية ولا بيرتوربي، حتى حنا هاد الشيء حيأثر على الطريقة تاعنا تاع الأكل. وكاين الناس يولوا يا ما يحسوش بالشبعة يا يحسوا بالجوع بزاف، ولا يعني العكس حتى الناس اللي ماشي قادرين يسمانوا يولوا ما يحسوا يقعدوا يحسوا روحهم شبعانين طول اليوم. وبهذا النوم مهم بزاف والوقت اللي لازم نرقدوا فيه مهم بزاف، وكما قلت لكم يقدر يأثر حتى ب 50% على لو بروسيسوس ولا عملية فقدان الوزن. دونك الناس اللي ماشي قادرين يشانوا وحابين يشانوا من الأحسن يركزوا على النوم تاعهم.